هلا والله مبسوط، اكيد راح اكون مبسوط لاني جايب اليكم عرض خرافي. هاي كير، هاي كير لما يغيب ما بغيبش او انطى، يغيب عشان يخطط عشان يفنن. عروض نهايه العام راح تكون غير، شنو هالعرض الخطير ب 1099 ريال سرير ومرتبه وساده. اي واحد يشوف العرض على طول يوقف. والله نبدا بالعرض الخطير. تخيلوا معي يا جماعه، نفر او نفر ونص، مقاس متر في مترين او متر وعشرين بمترين، راح تاخذون سرير، راح تاخذون مرتبه، المرتبه عليها ضمان 10 سنوات والسرير 10 سنوات، وعندكم المخده. كل هذا عرض لن يتكرر ب 1099 ريال. هذا العرض راح يكون لمده 10 ايام من اليوم الى تاريخ 5 يناير او حتى نفاد الكميه. راح يكون يوم المفاجات بهاي كير، مرتبه حق شخصين. ابو بديع اهلا وسهلا، عطنا من الابداع. تمام، عندنا هذه المرتبه الفندقيه. حلو، نظام بوكيت سبرينج اللي فاصل اوزان، معروف، دوام جانبيه. حلو، ضمان 10 سنوات، 10 سنوات شامل توصيل ضريبه. كل هذا الكلام مر عليك من قبل صح؟ صحيح. عندي حاجه ما شفتها من اول يا رجل. نازل عليه خصم اول حاجه من 2875 الى 1868. تخيل تضيف على هذا المبلغ 32 ريال، ايش اللي راح تحصل عليه؟ 32 يعني يصير المبلغ 1900. 1900 حلو، ايش راح احصل؟ تمام، اول حاجه عازل ضد السوائل ب 156 اخذها مجانا. مجانا يا سلام. و60 فندقيات. حلو، لباد فندقي 455. ما شاء الله، كل هذا راح يكون يا جماعه ب 1900 ريال بس. ضمانها كم سنه؟ 10 سنوات. عندنا هنا في المعرض فيها هبوط، فيها مشاكل، فيها اي حاجه جيبها عندي هنا وتاخذ واحده مكانها ثاني. ايش الدلع هذا؟ لا 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 لا، عرض ضمن الاخر. استمر الابداع. تمام، في عندنا حاجه اول مره بتمر عليك. حلو، تسمع بمراتب اللاتكس؟ معروفه. تمام، عندنا هذه مرتبه لاتكس. حلو، من اصدار هاي كير، ارتفاع 30 سنتي، كلها من اللاتكس الايطالي، ما فيها اي سبرينج، ما فيها اي حاجه. اوكي، ضمانها 10 سنوات. طبعا هذه فيها اللي هو فصل اوزان. هذه فصل اوزان فيها مش 100%، 200% فصل الاوزان. راح اسوي لك اختبار وبحط لك التحدي اللي كل مره تخسر فيه. تمام. انا اراهن معاك على السعر. قبل السعر خلينا نسوي التحدي. يلا. التحدي يا جماعه، هذا كاس الماي. ابو بديع، اقوى نطه عندك ولا نقطه ماي تطلع من الكاس. يلا. يلا نشوف كيف قوة التحدي. يعني أنت مصمم إنك بتفوز؟ أكيد. يلا بنشوف. واحد، ها. اثنين، ها، وأنت تبغى نوصل. نط وانزل. كلام كبير يا جماعة، ولا نقطة ماء يا جماعة برا. وش رأيكم أبو بديع؟ سلام. قوي التحدي. أنا قلت لك ثاني مرة. ثاني مرة؟ عشر مرة تهزمني. طيب ندخل على السعر. السعر كم؟ طبعا أنا عندي التحدي على السعر، أتحداك أي أحد يجيب لك مرتبة لاتكس بهذا السعر. كم ضمانها؟ 10 سنوات. 10 سنوات يا جماعة، من 5750 إلى 5750 ريال ل 2875 ريال. إبداع يا أبو بديع. بعيداً عن الإعلان وبعيداً عن كل حاجة وعن سعر، والله ان مرتبتي انا نفس هذه. نفس هذه قاعد تستخدمها في البيت عندي؟ نفس هذه. نفسها وضمان 10 سنوات يا جماعه. عندنا طبعا هذه المرتبه طبيه فندقيه متوسطه الضغط، يعني لا تكون قاسيه واجد لا تكون لينه واجد. نفس الفكره، فيه نظام بوكيت سبرينج، دواعم جانبيه جدا ممتازه. ميزه المرتبه هذه شنو هي؟ وجهين، يعني تتكلم انت عندك مرتبتين، لو تقلبها طلعت لك مرتبه ثانيه. حلو، ضمانها 10 سنوات. وش الفرق بين الوجه اللي فوق واللي تحت؟ فندقي طبي فندقي، يعني وسط مايل للخشونه ووسط مايل للليونه، يعني جهه يكون اليم من جهه بحاجه بسيطه. طيب 10 سنوات ضمان. 10 سنوات ضمانها. طيب سعرها كم؟ من 3277 الى 2130، تقسيم 2 كم راح يطلع لك؟ 1075 ريال تقريبا تطلع لك المرتبه الواحده. اوكي، عجبتني الفكره. هاي كير يتحدى الاسعار يا جماعه. اي سرير متر وثمانين في مترين أو مترين بمترين، أي سرير، أي تصميم، أي لون، عليه ضمان 10 سنوات ب 999 ريال بس. إيش رأيكم يا جماعة؟ جنون الأسعار. أضف على ذلك عندنا المراتب تبتدي أسعارها من 800 ريال للنفرين. من 800 ريال موجود. من 800 ريال تبتدي المراتب. كلها تحديات، كلها حركات. أنا اليوم بتعبك التحديات. يلا. يلا. نشوف. بس جوالك ووتر بروف، حتى احنا مراتبنا ووتر بروف، ايش رايك؟ يا سلام. موجود لجميع المقاسات. واقي البلل حق المراتب. نفر، نفر ونص، نفرين، كله ان شاء الله موجود. والاسعار؟ اسعارها للنفرين 156، للنفر 129. حلو.
خلصنا ابو بديع؟ لا ما راح تخلص اليوم معانا ابد. ها مخدة هايكير حلو الفندقية 153 153 سابقا صحيح سابقا. حاليا كم تبغاها؟ 100 49 ريال للمتابعين 49 ريال 49 ريال للحبة حركات. وهذه المفارش اشكال والوان يا جماعة. خذ هذه على السريع حبيبي. هذه ممكن ما مرة سويتها معاك ولا قلت لك عنها من قبل ما تجي ولا اعطيتك اياها. صحيح. اليوم وشو؟ اليوم ثلاثاء صحيح. أربعة خميس جمعة لمتابعينك يجي يقول أبغى خصم ببديع للثلاث أيام هذه 3% على جميع الخصومات الموجودة 3% إضافية. ما شاء الله. يجي بس يقول أبغى خصم ببديع عندك الأربعة والخميس والجمعة مدتها 3 أيام بس يا جماعة. حلو. 3 أيام. العروض طبعا إلى 5 يناير بس هذا 3% مدة 3% إلى يوم الجمعة إن شاء الله راح تكون شغالة. تسلم. وهذا موقع هايكير الدمام حي العنود هذا شارع الملك عبد العزيز بعد الأسواق الدولية يصير على يدكم اليمين وهناك يصير مجمع دار الصحة الطبي فقط اكتبون بجوجل هايكير ويجيبكم لنفس الموقع.